في عندي قيم للاتش دي اس للشورت فيلد وهسه برضه لللونج فيلد، يعني هذه نوعيه المحطات. في فلسطين عندنا مش هذا الحاله، مش موجوده عندنا، لانه ما في عندنا محطات احنا بتسجل من زمان بشكل كونتينيوس. بالاضافه الى انه في بعض المواد العلميه طبعا عمل سيميوليشن للمنطقه واعطانا قيم احنا ابروكسيميت للمنطقه اللي عندنا، لكن ما تتمثل، يعني ما تتمثل الواقع اللي عندنا، لانه هو هيك بيعطي زي كيف بيعمل مقارنه، بتقارن مثلا